بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللاب بيحكي عن الـ API Testing. هلا فكرة الـ API هي عبارة عن Application Programming Interface. فالفكرة إنه أنا ممكن أستدعي function معين، وهذا الـ function يعمل activity معينة، ممكن أرجع لي data، ممكن ما يرجع data. هون قاعدين بنحكي عن Web API، ففي مجموعة من الـ methods معروفة بالنسبة للـ Web API، زي مثلا get, post, put, batch, delete, options, header. ففي مجموعة مختلفة كل واحدة إلها معنى. المطلوب من هذا اللاب إنه بدنا نحاول نعمل delete لليوزر كارلوس. هلا بالعادة لما يكون في API الداتا اللي بتنبعت أو اللي بترجع بدها تكون من ضمن فورمات معين، فبالعادة بتكون ممكن XML ممكن JSON فورمات. فهلا من خلال اللاب راح نشوف وين فعلا موجود الـ API، وبدنا نحاول نستغل الثغرة الموجودة في الـ API بسبب انه ما في validation على الـ input، ما في authorization اللي بيبعت هذا الـ API هل هو فعلا authorized انه يعمل هذا الـ action ولا لا. لسبب انه ما في validation بالـ back end عند هاي نحكي عند الـ API اللي باخذ الـ request تبع الـ API، السيرفر اللي باخذ الـ request تبع الـ API، راح نقدر نعمل delete لليوزر كارلوس. هون في عنا يوزر نيم، اوكي ممكن ندخل بوينر وبيتر. بيتر لوجن، يعني المفروض ان نتصفح ونشوف الديفرنت بيجز والريكوست نبعتها بهذه الصفحة عشان نشوف وين عم ببعت مثلا جيسون فورمات ونعرف وين الاي بي اي بالضبط عم بروح. فهنا مثلا الابديت ايميل، اوكي في اشياء تانية هون مثلا فيو ديتيلز، نرجع للهوم هون بعدين خلينا نشوف الهيستوري. اوكي لاحظوا هنا، هاي هذا عبارة عن API user winner، نبعته لل repeater، نعمل send. هذا عبارة عن patch معناته بيعمل update لل record الموجود عندهم بشكل partial بس جزء منه. فهنا عم بعمل مثلا لا بعمل update لل email. اوكي هذا هو عبارة عن API، عم بعطي اليوزر هون اسم اليوزر وعم بعمل update للإيميل. احنا المطلوب منا بدنا نعمل عملية delete user Carlos. فنجرب بدل patch نحط delete، وبدل winner نحط Carlos. نعمل عملية send status user deleted. نرجع هنا، المفروض هيك خلصنا اللاب وعملنا delete لليوزر Carlos.